أجيال جاب تلغون، أحكي ألغاز وحكايات، كلامك يفتح لعقول والغازك حكمة ومعلومات، بالمستقبل جاب رسول وعلمنا بزاف حاجات. أنا الإمبراطور منصور، كاتب كل البقالات، ما يخفى عني مسطور، مارق بكل العفسات، جاوا عندي من كل برور، اتحديتهم والخاسر مات. وين راهي لونجا بنت الغول؟ اتخبرني بالأحجيات. مولاي أنا الأميرة لونجا، عندي بزاف حكايات، جيتك من عصر النهضة، علم ونور واختراعات. التلفزيون؟ وشنو هذا؟ التليفون. ايباد ومعاه التابلت. يلا وش عندك تقول؟ انا الامبراطور منصور، عندي كل الاجابات. هي لونجا بنت الغول ودارت عليك اليامات. الامبراطور منصور اذكى الاذكياء عبر العصور، الكل الالغاز يلقى الحلول، يتحدى كل الناس وكان دايما عنده ما يقول. الحق لاخبر اللونجة بنت الغول، اميرة الكلام المعسول ومولاة الحكمة والراي المعقول، وجات من المستقبل للتحدي للمصير المجهول. يا والليلي 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 يا ماما والليلي والليلي، اليوم الزردة تاع مولانا لازم نديروا الحفلة ونسقموا له الحالة. الليلي والليلي يا ماما. اسمع، اليوم الامبراطور راح يدير لنا احتفال لينا احنا سكان القصر، ما لو وجد له الحلوة اللي يحبها. سمعت؟ في الحال السيد حكيم الزمان. هيا راه تبي يتزوج، حس بروحه صغير. وزيد تفكر شوية. اتفضلي لونجا، اتفضلي. الله يزيد فضلك. خلاص انا قررت الزواج. خلاص ما كاين حتى طريقة للتفاهم مع الامبراطورة زهور. خلاص مش حاسبة روحها هادي، نهللها والله غير هذاك النهار والله ما تشوف. وش راك رايح تدير؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله راني رايح نتزوج مع الأميرة بدر البدور، بنت السلطان سليمان حاكم اسطنبول. خلاص مولاي عولت ملا. وش دخلك يا حاكم الباب؟ نعم مولاي نعم. روح جيب لنا الحلوى يلا. ما يكون لنا خاطرك يا مولاي. راك رايح تندمي حضرة الامبراطور، تعقل. واش يندم انت؟ واش دخلك؟ خلي يتزوج. رئيس الطهات، الطباخ، الشيخ شوخة. شنو هذا الشيخ شوخة؟ اليوم درت لك الحلوى اللي تحبها مولاي. ما كنتش على بالي بلي تحب الكيك بلي دغاجي. دغاجي. والو والو، كلوا بصحتكم. مولاي الجلادة ديالنا عثمان بنو فرنس راه مجد لك واحد المفاجأة، نعيط له يجي. خليه يدخل. اسمع واش مجد لك يا مولاي. سوريا الزهرة الملكاني، سوريا لنا زهور قلب رضا. زهور فكرني في واحد الأمور. يلا روح الدور. زهور ملكاه. لونجا تفضلي. حضرة الإمبراطور راك تتهرب من الأحجيات اليوم. ما نتهربش من الأحجيات. أما لا خليني نلقيك أحجيات اليوم ومبعك ناكل معك الكاطو. يلا اسمع مليح وركز،
يلي شعرك كي القنفود والحرش كيما الحلفة في دقيقة يولي مجبود أرطب بحرير كي الطافطة في شكله داير بارود سخون وبارد كيما الماء كي العروسة كي العريس في دقيقة يولو حطة كي العروسة كي العريس في دقيقة يولو حطة كي عليا واش بك حضرة الإمبراطور ألا أنت عروسة مولاي يلي شعرك كي الحلفة حكيم الزمان يلي شعرك كي القنفود ولا حرش كي ما الحلفة في دقيقة يولي مجبود أرطب بحرير كي الطفطة هادي مش تشبه يا بنتي في شكله داير بارود سخون وبارد كي ما الماء كي العروسة كي العريس في زوجي ولو حطة فوازير رمضان 2016 تضرب لكم موعدا مع المفاجآت هدايا كثيرة في انتظاركم يوميا تلفزيونات مكيفات هواء هواتف نقالة ورحلات سياحية والمفاجأة الكبرى سيارة في سحب يوم العيد من إهداء الشروق تي في شارك وبعد برسالة قصيرة على الرقم 66028 من جميع متعاملي الهاتف النقال وارسل CH1 للاقتراح الأول أو CH2 للاقتراح الثاني حظ سعيد للجميع سحر بنكم ركز وفكر ركز وفكر بالك تفرح افهم واشرح وراجع المعلومات شارك والعب امرح وفرح تقدر تربح تقدر تربح اذا صبت الاجابات